باشا باشا يقراون وخاصو يخرج من المدرسه يلقى البانو خيون وفي التلاميذ خارج من المدرسه تيكون باش يقراو في الطريق بغيتو دا نخليهم دابا قول لي هاد البانو هاد البانو اليوم يكون بغيتو دا فيهم دي نورم تيخرجوا للجنه وديروهم هذا اللي كيشوفوا التلاميذ اليوم كاين حتى لي دوزا من ذوك الرسوم كاين لي دوزا كاين لي دوزا امام باب ماشي في الباب ملي تعلمنا الوليدات دابا انا كنقول شنو شفنا عندهم في الرسومات اللي حاطين حاطين لو كود لا غوت لو كود لا غوت حاطين البانو تتشرف مديرية عين السباحين المحمدي بتنظيم الحفل الإقليمي للسلامة الطرقية وذلك من خلال تحسيس التلاميذ وتوعيتهم بأهمية السلامة الطرقية والتربية على السلامة الطرقية من خلال مجموعة من الورشات تتضمن ورشات للفنون التشكيلية الأعمال اليدوية المسرح الغناء وكذلك في إطار نادي التربية على السلامة الطرقية الذي يشتغل طيلة السنة على هذا الموضوع في إطار تملك المتعلمين للكفايات التي تساعدهم على التربية الطرقية. فحسب ما تشير إليه الإحصائيات أن 30% من حوادث السير تقع بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للأطفال عديمي الحماية. استف المديرية الإقليمية عين السباحي محمدي باليوم الوطني للسلامة الطرقية حيث أشرف السيد العامل عمالة مقاطعة عين السباحي المحمدي على هذا الحفل اللي ضم مجموعة من الأنشطة والأنشطة والعروض. بطبيعة الحال التنشيط كان من طرف الأساتذة والأستاذات على مستوى الأقسام التعليمية، ثم بشراكة مع جمعيات كانت هناك أيضا ورشات تتعلق بأطرتها أطر الأمن الوطني الوقاية المدنية والهلال الأحمر المغربي. دونك هذه الأنشطة كلها هي من بين الأنشطة اللي تندرج ضمن خريطة الطريق من أجل مدرسة ذات جودة للجميع من أجل تلاميذ منفتحين على ذواتهم. هذه المجموعة من الأنشطة تطرهم تعديل السلوك التربوي لدى التلاميذ، تعديل السلوك من أجل حماية التلاميذ، حماية الأطفال، من أجل السلامة وأمن في الطريق. المشاركة ديالنا اليوم بشراكة وتعاون مع المديرية الإقليمية للتربية والتعليم والرياضة بعملة مقاطعة السباحين المحمدي كيدخل في إطار الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية. احنا كمكتب الهلال الأحمر المغربي فحنا كنخدموا في ورشة ديال التحسيس بأهمية الإسعافات الأولية اللي كنحاولوا ما أمكن أن ننبهوا التلاميذ والأطفال عموما على المصالح اللي خصهم يعرفوا أرقام ديال الهواتف ديالها يتصلوا بها أثناء الحوادث ديال السير، وحتى على بعض التقنيات ديال الإسعافات الأولية والمبادئ ديالها اللي خصهم يعرفوها من أجل التدخل أثناء وقوع الحادثة. أن التدخل أثناء الحادثة كي إذا كان عندنا بعض المصابين خاصنا بعض التقنية الإسعافية اللي خصنا ندخلوا بها على ريثما على ما توصل عندنا سيارات الإسعاف. كاين غفران هنا غفران جي انت الله في هذا السيد هذا راه غادي تشوفوا الصديق في الله يرضي عليك راه ما عندناش اتفاقيات في هذه ديال المبادره مع جمعيات ديال السلامه الطرقيه عندنا شي حاجه ما عندنا ودابا في الاجتماع المقبل ديال اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه غنديروا واحد الاتفاقيه مع جمعيه السلامه الطرقيه داكو ورضا بوحدنا والقيد بموحدين راه يعطيك المقر عنده
فهذاك المركز ديال الموحدين راه عندك شي حاجه خاوي ان شاء الله. صافي البطل ديالك حديد ديالك تحياتي ان شاء الله. يلا.